مختلف الأحداث عبر العصور في محيطهم المتوسطي والإفريقي والعالمي، لتتشكل بذلك سيرورة الدولة الجزائرية عبر التاريخ. يجمع المؤرخون على أن الدولة الجزائرية الأولى تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث ظهرت مملكة نوميديا بقيادة الملك سيفاكس وغايا ثم ماسينيسا. عمل سيفاكس على فرض هيبة الدولة النوميدية وتحقيق استقرارها، فجعل منها قوة عسكرية واقتصادية، وسعى إلى إقامة علاقات خارجية مع القوى العظمى. ساهم سيفاكس بعقد أول مؤتمر دولي بالمنطقة بعاصمته سيغا بمشاركة الدول العظمى آنذاك لبحث عملية السلم والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط. خلال فترة حكمه التي دامت 50 سنة، تمكن ماسينيسا من إرساء نظام سياسي واقتصادي قوي، فصك العملة باسمه وشجع الزراعة وارتقى بوسائل الري واهتم بتطوير العلاقات التجارية مع الدول المجاورة. في الميدان العسكري أسس ماسينيسا جيشا قويا تجاوز تعداده 80 ألف رجل، منهم 30 ألف فارس، مما جعل روما وقرطاجة تضرب له ألف حساب. روما على الحد من نفوذ حليفها السابق ماسينيسا، لوعيها بأن قيام دولة قوية في شمال إفريقيا يعني القضاء على أطماعها التوسعية، فكان الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا. وجد الرومان مقاومات عنيفة من النوميديين، أبرزها مقاومة الملك يوغورتا الذي حارب روما وهزمها في مواقع عديدة. نجح يوغورتا في توحيد نوميديا وقيادتها لمواجهة الجيوش الرومانية التي لم تتمكن من القضاء عليه إلا بعد استعمال أسلوب الخداع والخيانة، بتواطؤ من صهره بوكوس ملك موريتانيا الذي سلمه للرومان، فسجن بروما إلى أن مات من شدة التعذيب 104 قبل الميلاد. تواصلت مقاومة النوميديين للاحتلال الروماني، كما قاوموا فيما بعد الاحتلال الوندالي والبيزنطي. بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا تحولت المنطقة إلى ولاية تابعة للخلافة الإسلامية في ظل الدولة الأموية. ففي سنة 682 للميلاد أصبحت مدينة ميلا مركزا لقيادة ولاية شمال إفريقيا. كانت أرض الجزائر آنذاك بمثابة مركز لانطلاق الفتوحات الإسلامية نحو أوروبا، وقد برز من الجزائريين قادة عظماء دخلوا التاريخ، أبرزهم طارق بن زياد فاتح الأندلس. تعتبر الدولة الرسطومية أول دولة مستقلة تظهر على أرض الجزائر في العهد الإسلامي. تأسست سنة 777 للميلاد على يد عبد الرحمن بن رستم، وكانت عاصمتها تيهرت. كان لها جيش نظامي ملتزم بحماية حدودها التي شملت تقريبا الحدود الجزائرية الحالية. عرفت الدولة الرسطومية استقرارا وازدهارا في الزراعة والصناعة والتجارة، وأقامت علاقات قوية مع الدول المجاورة، خاصة الدولة الأموية بالأندلس التي عقدت معها عدة اتفاقيات.
استمرت الدولة الرستومية إلى غاية سقوطها على يد الفاطميين الذين احتلوا تيهرت سنة 909 للميلاد. استطاعت الدولة الفاطمية السيطرة على المغرب الأوسط والمغرب الأدنى معتمدة في قوتها على أبناء المنطقة، خاصة قبيلة كتامة التي كانت تشكل عماد جيشها القوي. في سنة 972 للميلاد ظهرت الدولة الزيرية في المغرب الأوسط بعد انفصالها على الدولة الفاطمية. اتخذ زيري بن مناد من مدينة أشير الحصينة التي أسسها بمنطقة الكاف الأخضر بولاية المدية حاليا عاصمة لدولته التي اعتمدت في قوتها على قبيلة صنهاجة التي كانت تعتبر آنذاك أكبر قبيلة جزائرية من حيث القوة والتعداد. تشير المصادر التاريخية بأن بلكيم بن زيري بن مناد الصنهاجي هو من أسس مدينة الجزائر الحالية على أنقاض المدينة الرومانية إيكوزيوم، وأطلق عليها اسم جزائري بني مزغنة، كما ساهم في بناء مدن أخرى منها نمدية ومليانة. سنة 1007 للميلاد ظهرت على أرض الجزائر الدولة الحمادية على يد مؤسسها حماد بن بلكين بن زيري، الذي اتخذ من قلعة بني حماد بجبل المعاضيد بولاية المسيلة حاليا عاصمة له، فكانت منارة للثقافة والعلوم وعرفت حركية اقتصادية وتجارية. في عهد الناصر بن علي الناس انتقلت عاصمة الدولة الحمادية إلى بجاية التي كانت تسمى الناصرية. وفي هذه المرحلة ازدهرت الدولة الحمادية في مختلف الجوانب الفكرية والاقتصادية والإدارية. كان للدولة الحمادية جيش قوي يتكون من جيش بري وجيش بحري، مما مكنها من مقاومة الخطر الخارجي القادم من أوروبا، خاصة النورمانديون والصقليون والإسبان. سنة 1052 للميلاد تأسست الدولة المرابطية التي كانت مزامنة لدولة الموحدين. تمكن الموحدون من توحيد كل المغرب العربي تحت رايتهم بفضل دهاء عبد المؤمن بن علي الذي يعتبر شخصية جزائرية سياسية وعسكرية، فأسس وقاد جيشا قويا تمكن من توحيد بلاد المغرب والأندلس في دولة تركت بصماتها في سجل التاريخ. بعد سقوط الدولة الموحدية سنة 1235 للميلاد انقسمت المنطقة إلى ثلاث دول: الدولة الزيانية في التراب الجزائري، الدولة الحفصية في تونس، والدولة المارينية بالمغرب الأقصى. الدولة الزيانية أو دولة بني عبد الواد اتخذت من ولاية تلمسان عاصمة لها، وقد تميزت بازدهار في الحياة الفكرية والاقتصادية، فكانت منتجاتها الزراعية تصدر للخارج عن طريق الموانئ البحرية. من أبرز قادتها أبو يحيى يغمراسن بن زيان الذي كان محبا للعلم مجالسا للعلماء، فضلا عن كونه زعيما سياسيا وقائدا عسكريا ساهم في الدفاع عن دولته ضد أطماع القوى الأوروبية النصرانية. اشتدت الحملات العدوانية الإسبانية على السواحل الجزائرية، خاصة بعد سقوط غرناطة سنة 1492 للميلاد وهجرة مسلمي الأندلس إلى سواحل المغرب العربي، فاحتلت إسبانيا أغلب المدن الساحلية الجزائرية مستغلة ضعف الدولة الزيانية التي عجزت عن صد العدوان. لمواجهة الغزاة الإسبان استنجد الجزائريون بالبحارة العثمانيين الذين أعلنوا الجهاد في البحر المتوسط. حل الأخوين عروج وخير الدين بربروس بالجزائر بطلب من أعيانها، وهكذا تمكن الجزائريون بمساعدة العثمانيين من تحرير بلادهم من العدو الإسباني. في سنة 1519 بعث أعيان الجزائر بوفد إلى السلطان العثماني سليم الأول لإبلاغه
هذه الرسالة التي يطلبون فيها رسميا الانضمام للدولة العثمانية لتكون لهم دعما وسندا في التصدي للتحالف المسيحي الذي استفحل في المتوسط بقيادة إسبانيا. فوافق السلطان على طلبهم وعين خير الدين حاكما لأيالة الجزائر برتبة بايلرباي. كانت الدولة الجزائرية في العهد العثماني دولة كاملة السيادة تتمتع باستقلال ذاتي، فمنذ العام 1519 للميلاد أصبحت مدينة الجزائر الحالية عاصمة للدولة تسمى دار السلطان. وقسم الإقليم الجزائري في العهد العثماني إلى ثلاثة ولايات كبيرة تسمى كل منها بايلك، يحكمها حاكم برتبة باي. عملت الدولة الجزائرية في العهد العثماني على تعزيز أسطولها البحري باستحداث ورشات بناء السفن وصناعة المدافع لتجعل من البحرية القوة الأساسية لحماية الدولة داخليا وخارجيا. فكان الأسطول الجزائري إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي هو المهيمن على غرب المتوسط، فسارعت الدول العظمى آنذاك إلى التقرب من الجزائر وطلب حمايتها. فكانت السفن الأمريكية عندما تصل إلى جبل طارق ترسل إلى البحارة الجزائريين لإعلامهم بدخول المتوسط وطلب حمايتهم من هجمات القراصنة الأوروبيين. في هذا السياق وقعت الدولة الجزائرية في تلك الفترة أكثر من 39 معاهدة مع أغلب الدول الغربية منها بريطانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وغيرها بغرض ضمان حماية سفنها أثناء عبورها للبحر المتوسط، وذلك مقابل أموال تدفعها تلك الدول للجزائر. ويحتفظ التاريخ للأسطول الجزائري بانتصارات باهرة على أعتى الجيوش وأقوى الأساطيل في العالم. في سنة 1541 للميلاد شنت إسبانيا حملة عسكرية على الجزائر بقيادة الملك شارلو كان إمبراطور إسبانيا وروما المقدسة، الذي استغل غياب خير الدين بربروس وأغلب الأسطول الجزائري ليقوم بحملته، فتصدت مدينة الجزائر بما بقي فيها من الأسطول الجزائري بقيادة حسن بن خير الدين، فمنيت إسبانيا بهزيمة مكراء قام على إثرها شارلو كان بإلقاء تاجه على الأرض واعتزل العرش. في سنة 1571 للميلاد كانت معركة ليبانت باليونان حاليا، حيث تشكل تحالف صليبي فاجأ الأسطول العثماني، منيت على إثرها الدولة العثمانية بأول هزيمة بحرية في تاريخها. ولولا تدخل الأسطول الجزائري بقيادة العلج علي لتمت إبادة الأسطول العثماني كلية. كانت معركة نظرين سنة 1827 للميلاد بمثابة نهاية أسطورة القوة البحرية العثمانية، ففي هذه المعركة تحطمت أغلب وحدات الأسطول الجزائري التي كانت تقاتل إلى جانب الأسطول العثماني، فاستغلت فرنسا الوضع وقامت باحتلال الجزائر بعد حصار دام 3 سنوات. منذ أن وطئت فرنسا التراب الجزائري وجدت مقاومة عنيفة ومعارك طاحنة استمات فيها الجزائريون في الدفاع عن وطنهم بكل شرف. بسقوط مدينة الجزائر المحروسة هذه القلعة الشامخة التي كانت دوما رمزا للصمود، بدأت مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الجزائر المجيد، هي مرحلة الثورات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي. فصنع الجزائريون أروع ملاحم التضحية والجهاد والمقاومة. في الشرق الجزائري قاد الحاج أحمد باي مقاومة شرسة بداية من مدينة قسنطينة التي لم يتمكن الفرنسيون من احتلالها إلا سنة 1837 للميلاد بعد حصار طويل ومعارك طاحنة.
رغم سقوط قسنطينة وصل أحمد باي قيادة المقاومة بمساندة من قبائل الأوراس والنمامشة والزيبان وغيرها من القبائل التي واصلت الجهاد تحت لوائه. الأمير عبد القادر بن محيي الدين كان زعيما سياسيا وقائدا عسكريا محنكا، فزاوج بين قيادة المؤسسة العسكرية وبناء مؤسسات سياسية واجتماعية أيام دول وكيانات سياسية واجتماعية ضاربة بجذورها في عمق الحضارة الإنسانية. محطات تاريخية حافلة بالأمجاد والبطولات والتضحيات تعكس صمود وعبقرية الإنسان الجزائري الذي تمكن منذ القدم من ابتكار وتطوير نظم سياسية واجتماعية نابعة من تقاليده وموروثه الحضاري لتلبية حاجاته وضمان أمنه وحماية أرضه. بين العظمة والقوة أحيانا والمقاومة والتحدي أحيانا أخرى تفاعل الجزائريون وأثروا في مختلف الأحداث عبر العصور في محيطهم المتوسطي والإفريقي والعالمي لتتشكل بذلك سيرورة الدولة الجزائرية عبر التاريخ. يجمع المؤرخون على أن الدولة الجزائرية الأولى تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث ظهرت مملكة نوميديا بقيادة الملك سيفاكس وغايا ثم ماسينيسا. عمل سيفاكس على فرض هيبة الدولة النوميدية وتحقيق استقرارها، فجعل منها قوة عسكرية واقتصادية، وسعى إلى إقامة علاقات خارجية مع القوى العظمى. ساهم سيفاكس بعقد أول مؤتمر دولي بالمنطقة بعاصمته سيغا بمشاركة الدول العظمى آنذاك لبحث عملية السلم والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط. تمكن الملك ماسينيسا بفضل دهائه السياسي وحنكته العسكرية من توحيد مملكة نوميديا وإقامة دولة قوية بشمال إفريقيا عاصمتها سيرتا. خلال فترة حكمه التي دامت 50 سنة تمكن ماسينيسا من إرساء نظام سياسي واقتصادي قوي، فصك العملة باسمه وشجع الزراعة وارتقى بوسائل الري واهتم بتطوير العلاقات التجارية مع الدول المجاورة. في الميدان العسكري أسس ماسينيسا جيشا قويا تجاوز تعداده 80 ألف رجل، منهم 30 ألف فارس، مما جعل روما وقرطاجة تضرب له ألف حساب. عملت روما على الحد من نفوذ حليفها السابق ماسينيسا لوعيها بأن قيام دولة قوية في شمال إفريقيا يعني القضاء على أطماعها التوسعية، فكان الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا. وجد الرومان مقاومات عنيفة من النوميديين، أبرزها مقاومة الملك يوغورتا الذي حارب روما وهزمها في مواقع عديدة. نجح يوغورتا في توحيد نوميديا وقيادتها لمواجهة الجيوش الرومانية التي لم تتمكن من القضاء عليه إلا بعد استعمال أسلوب الخداع والخيانة بتواطؤ من صهره بوكوس ملك موريتانيا الذي سلمه للرومان، فسجن بروما إلى أن مات من شدة التعذيب 104 قبل الميلاد. تواصلت مقاومة النوميديين للاحتلال الروماني كما قاوموا فيما بعد الاحتلال الوندالي والبيزنطي. بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا تحولت المنطقة إلى ولاية تابعة للخلافة الإسلامية في ظل الدولة الأموية،
ففي سنة 682 للميلاد أصبحت مدينة ميلا مركزا لقيادة ولاية شمال إفريقيا. كانت أرض الجزائر آنذاك بمثابة مركز لانطلاق الفتوحات الإسلامية نحو أوروبا، وقد برز من الجزائريين قادة عظماء دخلوا التاريخ، أبرزهم طارق بن زياد فاتح الأندلس. تعتبر الدولة الرسطومية أول دولة مستقلة تظهر على أرض الجزائر في العهد الإسلامي. تأسست سنة 777 للميلاد على يد عبد الرحمن بن رستم، وكانت عاصمتها تيهرت. كان لها جيش نظامي ملتزم بحماية حدودها التي شملت تقريبا الحدود الجزائرية الحالية. عرفت الدولة الرسطومية استقرارا وازدهارا في الزراعة والصناعة والتجارة، وأقامت علاقات قوية مع الدول المجاورة، خاصة الدولة الأموية بالأندلس التي عقدت معها عدة اتفاقيات. استمرت الدولة الرسطومية إلى غاية سقوطها على يد الفاطميين الذين احتلوا تيهرت سنة 909 للميلاد. استطاعت الدولة الفاطمية السيطرة على المغرب الأوسط والمغرب الأدنى، معتمدة في قوتها على أبناء المنطقة، خاصة قبيلة كتامة التي كانت تشكل عماد جيشها القوي. في سنة 972 للميلاد ظهرت الدولة الزيرية في المغرب الأوسط بعد انفصالها على الدولة الفاطمية. اتخذ زيري بن مناد من مدينة أشير الحصينة التي أسسها بمنطقة الكاف الأخضر بولاية المدية حاليا عاصمة لدولته، التي اعتمدت في قوتها على قبيلة صنهاجة التي كانت تعتبر آنذاك أكبر قبيلة جزائرية من حيث القوة والتعداد. تشير المصادر التاريخية بأن بلكيم بن زيري بن مناد الصنهاجي هو من أسس مدينة الجزائر الحالية على أنقاض المدينة الرومانية إيكوزيوم، وأطلق عليها اسم جزائري بني مزغنة، كما ساهم في بناء مدن أخرى منها المدية ومليانة. سنة 1007 للميلاد ظهرت على أرض الجزائر الدولة الحمادية على يد مؤسسها حماد بن بلكين بن زيري، الذي اتخذ من قلعة بني حماد بجبل المعاضيد بولاية المسيلة حاليا عاصمة له، فكانت منارة للثقافة والعلوم، وعرفت حركية اقتصادية وتجارية. في عهد الناصر بن علي الناس انتقلت عاصمة الدولة الحمادية إلى بجاية التي كانت تسمى الناصرية. وفي هذه المرحلة ازدهرت الدولة الحمادية في مختلف الجوانب الفكرية والاقتصادية والإدارية. كان للدولة الحمادية جيش قوي يتكون من جيش بري وجيش بحري، مما مكنها من مقاومة الخطر الخارجي القادم من أوروبا، خاصة النورمانديون والصقليون والإسبان. سنة 1052 للميلاد تأسست الدولة المرابطية التي كانت مزامنة لدولة الموحدين. تمكن الموحدون من توحيد كل المغرب العربي تحت رايتهم بفضل دهاء عبد المؤمن بن علي، الذي يعتبر شخصية جزائرية سياسية وعسكرية، فأسس وقاد جيشا قويا تمكن من توحيد بلاد المغرب والأندلس في دولة تركت بصماتها في سجل التاريخ. بعد سقوط الدولة الموحدية سنة 1235 للميلاد انقسمت المنطقة إلى ثلاث دول: الدولة الزيانية في التراب الجزائري، الدولة الحفصية في تونس، والدولة المارينية بالمغرب الأقصى. الدولة الزيانية أو دولة بني عبد الواد اتخذت من ولاية تلمسان عاصمة لها، وقد تميزت بازدهار في الحياة الفكرية والاقتصادية، فكانت منتجاتها الزراعية تصدر للخارج عن طريق الموانئ البحرية. من أبرز قادتها أبو يحيى يغمراس بن زيان، الذي كان محبا للعلم مجالسا للعلماء، فضلا عن كونه
زعيما سياسيا وقائدا عسكريا ساهم في الدفاع عن دولته ضد أطماع القوى الأوروبية النصرانية. اشتدت الحملات العدوانية الإسبانية على السواحل الجزائرية خاصة بعد سقوط غرناطة سنة 1492 للميلاد وهجرة مسلمي الأندلس إلى سواحل المغرب العربي، فاحتلت إسبانيا أغلب المدن الساحلية الجزائرية مستغلة ضعف الدولة الزيانية التي عجزت عن صد العدوان. لمواجهة الغزاة الإسبان استنجد الجزائريون بالبحارة العثمانيين الذين أعلنوا الجهاد في البحر المتوسط. حل الأخوين عروج وخير الدين بربروس بالجزائر بطلب من أعيانها، وهكذا تمكن الجزائريون بمساعدة العثمانيين من تحرير بلادهم من العدو الإسباني. في سنة 1519 بعث أعيان الجزائر بوفد إلى السلطان العثماني سليم الأول لإبلاغه هذه الرسالة التي يطلبون فيها رسميا الانضمام للدولة العثمانية لتكون لهم دعما وسندا في التصدي للتحالف المسيحي الذي استفحل في المتوسط بقيادة إسبانيا. فوافق السلطان على طلبهم وعين خير الدين حاكما لأيالة الجزائر برتبة بايلرباي. كانت الدولة الجزائرية في العهد العثماني دولة كاملة السيادة تتمتع باستقلال ذاتي، فمنذ العام 1519 للميلاد أصبحت مدينة الجزائر الحالية عاصمة للدولة تسمى دار السلطان. وقسم الإقليم الجزائري في العهد العثماني إلى ثلاثة ولايات كبيرة تسمى كل منها بايلة، يحكمها حاكم برتبة باي. عملت الدولة الجزائرية في العهد العثماني على تعزيز أسطولها البحري باستحداث ورشات بناء السفن وصناعة المدافع لتجعل من البحرية القوة الأساسية لحماية الدولة داخليا وخارجيا. فكان الأسطول الجزائري إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي هو المهيمن على غرب المتوسط، فسارعت الدول العظمى آنذاك إلى التقرب من الجزائر وطلب حمايتها. فكانت السفن الأمريكية عندما تصل إلى جبل طارق ترسل إلى البحارة الجزائريين لإعلامهم بدخول المتوسط وطلب حمايتهم من هجومات القراصنة الأوروبيين. في هذا السياق وقعت الدولة الجزائرية في تلك الفترة أكثر من 39 معاهدة مع أغلب الدول الغربية منها بريطانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وغيرها بغرض ضمان حماية سفنها أثناء عبورها للبحر المتوسط، وذلك مقابل أموال تدفعها تلك الدول للجزائر. ويحتفظ التاريخ للأسطول الجزائري بانتصارات باهرة على أعتى الجيوش وأقوى الأساطيل في العالم. في سنة 1541 للميلاد شنت إسبانيا حملة عسكرية على الجزائر بقيادة الملك شارلو كان إمبراطور إسبانيا وروما المقدسة، الذي استغل غياب خير الدين بربروس وأغلب الأسطول الجزائري ليقوم بحملته، فتصدت مدينة الجزائر بما بقي فيها من الأسطول الجزائري بقيادة حسن بن خير الدين، فمنيت إسبانيا بهزيمة نكراء قام على إثرها شارلو كان بإلقاء تاجه على الأرض واعتزل العرش. في سنة 1571 للميلاد كانت معركة ليبانت باليونان حاليا، حيث تشكل تحالف صليبي فاجأ الأسطول العثماني، منيت على إثرها الدولة العثمانية بأول هزيمة بحرية في تاريخها. ولولا تدخل الأسطول الجزائري بقيادة العلج علي لتمت إبادة الأسطول العثماني كلية. كانت معركة نظارين سنة 1827 للميلاد بمثابة نهاية أسطورة القوة البحرية العثمانية، ففي هذه المعركة تحطمت أغلب وحدات الأسطول الجزائري التي كانت تقاتل إلى جانب الأسطول العثماني
فاستغلت فرنسا الوضع وقامت باحتلال الجزائر بعد حصار دام 3 سنوات. منذ أن وطئت فرنسا التراب الجزائري وجدت مقاومة عنيفة ومعارك طاحنة استمات فيها الجزائريون في الدفاع عن وطنهم بكل شرف. بسقوط مدينة الجزائر المحروسة هذه القلعة الشامخة التي كانت دوما رمزا للصمود، بدأت مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الجزائر المجيد، هي مرحلة الثورات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي. فصنع الجزائريون أروع ملاحم التضحية والجهاد والمقاومة. في الشرق الجزائري قاد الحاج أحمد باي مقاومة شرسة بداية من مدينة قسنطينة التي لم يتمكن الفرنسيون من احتلالها إلا سنة 1837 للميلاد بعد حصار طويل ومعارك طاحنة. رغم سقوط قسنطينة وصل أحمد باي قيادة المقاومة بمساندة من قبائل الأوراس والنمامشة والزيبان وغيرها من القبائل التي واصلت الجهاد تحت لوائه. الأمير عبد القادر بن محيي الدين كان زعيما سياسيا وقائدا عسكريا محنكا، فزاوج بين قيادة المؤسسة العسكرية وبناء مؤسسات سياسية واجتماعية.